المرشح الجيد لعملية زرع الكلى؟ عملية زرع الكلى لابد أن يكون هناك متبرع ومتلقي. الأول لازم نختار المتبرع الجيد المناسب للمتلقي، والمتبرع الجيد ده بيكون أولاً لابد أن يكون متوافق من حيث فصيلة الدم ومتوافق من حيث الأنسجة. فلابد في البداية أن يتم تحليل فصيلة الدم والأنسجة وعمل خلطة ما بين خلايا المتبرع والبلازما، بلازما المريض، وفي حال انها سلبية نبدأ في اجراء الفحوصات الشاملة للمتبرع لنتأكد انه لن يضار من جراء تبرعه بالكل. في هذه الحالة بيتم عمل فحوصات من الاشعاعات والمسح الذري للكليتين والتأكد من خلوه من اي امراض ممكن ان تنتقل الى المتلقي، الى المريض المصاب بالفشل الكلوي المزمن. وفي نفس الوقت لابد من التأكد ان حالة القلب والصدر والبطن سليمة في المتبرع، ونتأكد انه لن يضار ولن يحدث انخفاض في كفاءة الكلى المتبقية بعد التبرع. في حال المتلقي لابد من التأكد من خلوه من اي امراض من الأمراض التي ممكن أن تنشط بعد التبرع بالكلى نتيجة لاستعمال الأدوية المثبطة للمناعة بعد عملية الذبح. في حال التأكد من ذلك والتأكد من حالته الصحية أنه مناسب لعمليات زرع الكلى، بيتم تحديد ميعاد العملية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة واللجنة العليا لزراعة الأعضاء على إجراء عملية الزرع في المستشفى الحاصلة على الترخيص لإجراء هذه العملية. في يوم العملية بيتم إعطاء جرعات عالية من الأدوية المثبطة للمناعة للمريض قبل إجراء العملية. عملية زرع الكلى بتتم في غرفتين عمليات، وبعد انتهاء العملية بيتم نقل المريض إلى عناية مركزة في غرفة منعزلة حتى لا يتعرض للإصابة بأي أمراض نتيجة لانتقال العدوى عن طريق الجهاز التنفسي، وبيظل في العناية المركزة لحوالي مدة حوالي أسبوع من أسبوع لأسبوعين. وبعد التأكد من استقبال الكلية المزارعة وأن الحالة الصحية للمريض جيدة وأن الكلى تعمل بكفاءة، بيخرج المريض إلى منزله مع إعطائه بعض التعليمات حتى لا يحدث رفض للكلى المزارعة أو إصابته بأي ميكروبات ممكن أن تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي أو عن طريق الجهاز التنفسي. شكراً لحضرتك.